بحث مجلس بلد الشمالية في جلسته الاعتيادية عددا من المواضيع المتعلقة بالجانب الخدماتي في المنطقة، حيث سلط الضوء على مشكلة التشجير في المناطق السكنية ودورها في حجب الرؤية لمرتدي الطريق في بعض التقاطعات وما تسببه من حوادث مرورية. كما بحث الأعضاء مع الجهاز التنفيذي مشكلة سيارات السكراب، مطالبا بإيجاد الحلول الناجحة للتخلص من هذه المعضلة، خصوصا وأن تكدسها قد تسبب بإشغال واضح في الطرق وخلق أزمة في مواقف السيارات في المحافظة الشمالية. من جانب آخر، استعرض الأعضاء آخر المستجدات التي طرأت على عقد حراسة مباني وحدائق البلدية الشمالية الجديدة، مؤكدين أن المجلس قد مارس دوره الرقابي في متابعة العقود وتنفيذها وما يتحمله من مسؤولية إنسانية ووطنية تجاه الموظف البحريني وأسرته. تكلم اليوم عن تشجير، ضوابط التشجير في المحافظة الشمالية، وطالبنا الجهاز التنفيذي بوضع ضوابط للتشجير، لأن كثير من العشوائيات حصلت بسبب التشجير. كثير من الجهات الخدمية تعاني من عشوائية التشجير على الأرصفة وتلاقي صعوبات، يعني عندما يحصل خلل في كيبلات مثلا الكهرباء تعاني مع المواطنين في التشجير، خاصة شجرة أشجار الكوناكاربس تعارض، أحيانا تعارض تهدد أيضا السلام المروري في تقاطعات تشجير. فطالبنا الجهاز التنفيذي بوضع ضوابط. مشكلة السكراب في المحافظة الشمالية، المشكلة تؤرق الكثير من المواطنين، سيارات السكراب المتكدسة في على الأرصفة وعلى الشوارع، وناقشناها وطبعا عرضنا الجدول الزمني من بداية الدور الأول إلى نهاية الدور الثالث، واليوم عرضنا أيضا مرة رابعة لإيجاد حل، يعني وإيجاد المشكلة اللي تواجه بعد الجهاز التنفيذي ما عندهم مكان، وأيضا إدارات المرور فيه يعني معوقات للتخلص من هذه السيارات. فإن شاء الله في المستقبل نتمنى يعني نحصل مكان لتجميع هذه السيارات. فهذه كانت المشكلة. عقد الحراسة بالنسبة عن عقود البحرينيين اللي يشتغلون في شركة في شركة الحراسة، في شركة طبعا الحين جات جديدة، وكانوا 42 بحريني كانوا يشتغلون فيها كحراس للحدائق والمباني الحكومية تبع البلدية. طبعا راحت الشركة وحلت محلها شركة ثانية، فاحنا بغينا بصفتنا يعني احنا كمجلس بلدي طبعا نفرض رقابتنا على الأجهزة التنفيذية.